الحجر بعد أسبوعين يوم جيتوا. استقبلونا في مطار الملك خالد. نعم، واستقبلتنا وزارة الصحة وقامت بمجهودات. أنتم اللي شفنا المقاطع لكم يعني بلاي ستيشن بعد حاطين لكم والعاب، لكن الحمد لله على سلامتكم، هذا اهم ما يهمنا احنا. اهم شيء يعني سلام. لكن كل الطلاب السعوديين ما حد منهم لله الحمد يعني تم اكتشاف الفيروس فيه او انه تعرض لا لا اللهم لك الحمد. الحمد لله. هو بيني وبينك العرب مناعتهم قويه على كلامنا. الله قل ما شاء الله، خلي يقولون ما شاء الله. اللهم لك الحمد. الله يحمينا جميعا، عرب وغير عرب، العالم كله الله يحميه من هذا الفيروس. ونشكر حقيقه سفاره خادم الحرمين الشريفين في بكين على الجهد الكبير اللي قاموا فيه. اتوقع تم اجلاء حتى غير سعوديين معكم، صحيح؟ لا فقط بس انتم سعوديين. نعم. كان في بعد كذلك من باقي المدن يعني الاخرى الغير ووهان. في هم بدأوا في العوائل والاطفال. ايه. ومن ثم بدأوا في مدينة وخان، فقط كنا 10. أنتم 10 فقط؟ إيه نعم. فبعد خروجنا من مدينة وخان تم تواصل مع الآخرين في المدن وتم ترتيب لهم تذاكر عن طريق السفارة وبعضهم عن طريق الملحقية. جميل. ورجعوا إلى الوطن. طيب دكتور.